فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان العيد في يوم الخميس لكن لم يعلم به إلا بعد الزوال، فهل إذا صلوا من الغد وهو الجمعة صلاة العيد تسقط عنهم صلاة الجمعة؟ ما تسقط صلاة الجمعة، لا بد من إقامتها، لكن من حضر صلاة العيد لا يلزمه أن يحضر صلاة الجمعة، لا يلزم الأفراد، أما المجموعة فلا بد من إقامة صلاة الجمعة. نعم.